الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. منورنا ومشرفنا وجودكم معانا دايما. هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. النهارده حلقه اكله كده شرقي جميله لذيذه لطيفه. ويعني لسه امبارح كنا بنتكلم على الطماطم وان الطماطم غاليه قوي، فعلى حظكم النهارده الاكل كله ما فيهوش طماطم. والاسبوع الجاي ان شاء الله هيبقى الطبخات كلها من غير طماطم. ما فيش مشكله، احيانا المنتجات بتغلى لاسباب خارجه عن ارادتنا، واحيانا طبعا بيكون في شويه استهتار من التجار بالموضوع ده، فخلاص حاجه غليت قوي للدرجه دي اكيد اكيد الاستغناء عنها مش حاجه صعبه قوي. هنعمل وصفات كتيرة جدا من غير طماطم، كلها جميلة ولذيذة وأكلات شهية جدا، وعادي ما فيش أي مشكلة، مش هتقف الدنيا يعني. فالنهاردة هو مثال، وما على فكرة السكريبت النهاردة بالصدفة، أنا ما كنتش أعرف موضوع الطماطم ده، هو بالصدفة كده جاي من غير طماطم. معانا وصفة لحمة بالسمنة والبصل بسمنة الهانم رائعة الجمال، وأصلا يعني شوية الريحة اللي هتشموها من السمنة في الطاجن ده هتوديه في حتة تانية خالص. سمنة الهانم ممتازة ممتازة ممتازة، أنا بستخدمها بقالي فترة اهو في البرنامج. ريحة روعة، طعم روعة، ما بوظكيش أي حاجة، فأنصح بيها جدا 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 للي بيحب أنواع سمنة بتحبوا. دايما أرشح لكم حاجات فأرشحها بشدة يا جماعة. تاني طاجن اللحمة بالسمنة اللي هنعمله بوصفة بسمنة الهانم هنقوله دلوقتي، وهنعمل جنبه رز بالفول الأخضر ملوش حل، وهنعمل كمان سلطة زبادي. أنا سميتها سلطة الزبادي سبيشل لأن هي غير سلطة الزبادي التقليدية، حاطين لها شوية إضافات كده وحركات مخلياها حلوة قوي، هتليق جدا، والأكلة دي وجبة كاملة متكاملة. تعالوا نشوف طاجن اللحمة بسمنة الهانم هنعمله إزاي. طاجن اللحمة بالسمنة والبصل هيكون عبارة عن كيلو من اللحمة الكندوز مقطعينها مكعبات صغيرة أو متوسطة، ممكن يتعمل ببتلو مفيش مشكلة، أربع بصلات متقطعة جوليان، وراس توم ما عاملينه في صوص، مش يعني مش فارمينه ولا اي حاجه، في صوص زي ما هو مقشرينه بس، فلفلايه حمراء حاميه وفلفلايه خضراء حاميه وميه سخنه ومكعب مرقه، وعندنا كمان سمنه الهانم، وعندنا معلقتين كبار من السكر، ورقتين من اللوره، اربع فصوص من الحبهان الصحيح، عود من القرفة الخشب. وانا ليه حطيت الحلة وانا عايزة الوك؟ يعني ليفل من التركيز مبهر. ثانية، احنا عايزين وك، يلا بينا. اول حاجة هنعملها ان احنا هنحط الحلة دي على النار، عايزينها تسخن شوية. هنحط معاها معلقة معلقتين كده محترمين من سمنة الهانم، وهنسيح فيهم فصوص المستكة دول. يلا بينا. حاضر، قبل ما نحط السمنه محتاجين الوك تسخن كويس جدا، فعبال ما ده يحصل هنطلع فاصل صغير جدا، نرجع منه نكمل حلقتنا مستنياكم. رجعنا من الفاصل وما عملناش اي حاجه وانتم موجودين، الوك بتاعتنا سخنت كويس قوي. هناخد معلقه كده محترمه من سمنه الهانم، احنا بنعمل طاجن لحمه بالبصل يستحق بقى ان هو يكون يعني متدلع، فانا هاخد شويه سمنه كده على قد الطاجن، ريحتها تحفه، القوام تحفه، هتنزل فيها المستكه. عارفين المستكه الوحشه بتبان قوي لما ينزل فيها مستكه، بتعمل ريحه كده مش لطيفه، لكن السمنة الحلوة تنزل فيها المستكة تشموا الريحة كده بتهف على طول، تعرفوا الله، تعرفوا انكم هتاكلوا أكلة محترمة. يلا بينا يلا بينا على اللي بيحصل ده. هنبدأ ناخد اللحمة مكعب مكعب كده، وبالهداوة عايزين ننزلهم في الووك، ما نستعجلش عشان مش عايزين نبرد الووك، عايزين نحافظ على درجة حرارتها عشان اللحمة تتكرمل. يلا للهدوة خالص، اللحمة زي الفل. وطازة وجميلة وباين من لونها.
شايفين انا بوزع بهدوء ازاي، مفيش ورايا حاجه، على مهلي خالص، مش عايزه افقد الميه والسوائل والعصاره اللي في اللحمه، ولا عايزه انزل ميتها في الطاسه تتبخر وابقى خسرت الطعم والنكهه والطراوه دي كلها. فبالتالي بشتغل على مهلي كده ومفيش ورايا حاجه، واسيب اللحمه تاخد راحتها خالص عبال ما تنزل الطاسه، لاني لو مسكت اللحمه دي كده كب وقمت دلقاها في الطاسه، ايه اللي هيحصل؟ ان شويه الحراره اللي انا جمعتهم في الوك او الطاسه هيروحوا مني على طول، ولو راحوا مني على طول بس خلاص خسرت كل عصاره اللحمه، هتنزل وتتبخر في ثواني. لما بننزلها بقى كمان عايزين نتفق على حاجه، ما نقلبش على طول، نسيبها كده يحصل لها حاجه اسمها ايه؟ سيرينج. سيرينج يعني ايه؟ يعني تاخد تحميره تقفل المسام. قفله المسام دي هي اللي بتخلي العصاره ما تنزلش. فمهم جدا ان اللحمه اول ما تنزل الطاسه ما نقلبش، اصبروا كده عليها وادوها فرصتها ووقتها، ما ورناش حاجه. هاجي كده احط هنا عود القرفه، كام ورقه لورا، فصوص الحبهان، وطبعا المستكه اوريدي دابت مع سمنه الهانم وريحتها فحفحت، وعرفت على طول اني بطبخ طبخه بسمنه محترمه والطبخه نفسها هتطلع عظيمه. هنعمل ايه دلوقتي؟ شويه تتبيل بسيط كده، بهارات لحمه، ولاحظوا اني برضو ما بقلبش، انا حطيت البهارات ولكن مستنيه، فلفل اسود، ومستنيه كده ايه شويه وقت يفوتوا عشان اقلب. طيب فصوص الثوم، وكمان اعواد الفلفل، ممكن يتحطوا من دلوقتي، تحسوا انها ايه لوحه فنيه مش اكله، قاعدين نرسم بالاكل. فبصراحه يعني الوصفه دي لازم تتجرب. نشوف كده ايه الاخبار. ممكن بقى نبدا نقلب دلوقتي، شايفين في كرمله اوريدي حصلت على الجنب اللي كان معرض للوك، وعشان كده مفيش اي سوائل نزلت من اللحمه دي. تاني هنوزع كده بحيث ان نطمن ان كله لامس الوك مباشره، وهنسيبها نكمل تكمل تحمير. انا لسه لا ضفت المرقه مكعب المرقه ولا السكر ولا البصل، سايباها براحتها. والبصل هنا ليه مفعول سحري بيلعب دورين، بيساعد على كرمله البصل كرمله صحيحه، وبيطري اللحمه قوي في الطاجن، فيعني ايه ما يستغناش عنه، الا بقى لو حد قلقان وحابب انه يستغنى عنه براحته مفيش مشكله، ولكن ما انصحش ابدا، انصح انكم تعملوها زي ما هي. طيب الرز بالفول الاخضر، تعالوا نشوف مقاديره ونشوف هنعمله ازاي. معانا كوبايتين من الرز البسمتي، و250 جرام من اللحم المفرومه او ربع كيلو، ممكن عصاج على فكره لو متوفر عندكم اي بواقي عصاج، نص كيلو من الفول الاخضر المجمد واحنا مقشرينه عشان تطلع البذره الخضراء الجميله اللي جوه دي، ما يبقاش القشر هو اللي معانا، بصله مفرومه ونص كوبايه من اعواد البقدونس المفرومه، معلقه كبيره من الثوم المفروم، اربع كوبايات من المرقه وسمنه، وورقتين من اللورا، ومعلقه صغيره من بهارات اللحمه، وعندنا كمان ملح وفلفل اسود. دي كده مقادير الرز، وهنعمل الشغل بتاعه دلوقتي حالا. عايزين ناخد برضو معلقه من سمنه الهانم او كميه على قد مقدار اللحمه والرز وكل حاجه، فهاخد من سمنه الهانم يلا بينا، والريحه الفظيعه تشم التاني، حبه كده نقطه كمان
عشان الرز يبقى متشبع بطعمها، لان طبعا الرز اللي معمول بسمنه حلوه لازم طعمه هيطلع احلى. فيعني ما براحتكم طبعا. امسح بس ايدي وارجع ليكم. يلا بينا. هناخد اللحمه المفرومه، هنستنى بس السمنه دي تسخن عشان مش عايزين اللحمه تنزل ميتها، وهننزل اللحمه والبصل مع بعض. ادي اللحمه وادي معاها البصل، ورق اللورة على طول، هناخد معاهم بهارات اللحمة والثوم وهضيف لها شوية من الفلفل الأسود وشوية من الملح. هنبدأ نقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه. البصل نزل شوية من ميته، ودي حركة أنا كنت متعمداها عشان اللحمة دلوقتي هتشرب مية البصل ده وهتبقى فظيعة. تمام، اللحمة هنا حصل فيها ايه؟ بس زي الفل كده. مادام وصلنا للكرملة اللي انتوا شايفينها دي، فالدور دلوقتي على البصل. هنضيف البصل مع البصل، هنضيف مكعب المرقة، وهنضيف رشة من السكر. ما تتوقعوش ان اللحمة دي هتبقى مسكرة، لأ خالص، مع طبعا التوابل وكمية الحاجات اللي محطوطة الطعم هيظبط جدا. والسكر ده زي ما قلت هيساعد ان البصل يتكرمل، وهيساعد ان اللحمة تبقى بتدوب في البق، مع طبعا طعم السمنة الوهمي والمستكة اللي احنا مدوبينها فيها. الموضوع هيبقى فظيع. سمنه الهانم المفروض انها من احسن انواع السمنه، من السمنات الخاليه من الكوليسترول، فبالتالي الطبق اللي هيبان غني وجميل وريتش قوي ده كده ما يعتبرش صحيا اسوأ حاجه. طبعا مش طبق دايت يعني، علشان ما نبقاش بنقول ايه اي كلام، ولكن يعتبر من الاطباق المعقوله جدا. لو كلنا جنبه سلطه او خضار فاحنا خففنا بقدر كبير جدا في الوجبه بتاعتنا او دسمتها. نرجع تاني هنا للحمه المفرومه ونشوف ايه اللي حصل. الرز اسفل، لحمه بتتحمر مع البصل مع الثوم، وامورنا كلها ماشيه تمام. ماشي، نشيل كل الحاجات الفاضيه. ونرجع كده نشوف اللحمه اخبارها ايه. طبعا انا عايزه البصل ده يتكرمل، عايزاه ياخد شويه لون، وهو طبعا هياخد اصلا من كرمله اللحمه، فالموضوع هيبقى ايه رهيب. واللحمة هنا برضو اخدت التشويحة المطلوبة، فانا دلوقتي هعمل حركة هتودي الطعم في حتة تانية خالص. هحط الرز يتشوح معاها، فطبعا الرز هيحصل ايه دلوقتي؟ هيشرب كل عصارة اللحمة والبصل، هيتنكه بنكهة البهارات، فطعمه هيروح في حتة تانية خالص. عايزة كمان احط البقدونس، واخر حاجه خالص هحط الفول لانه ما بيستحملش تقليب كتير على النار، فبنخليه اخر حاجه تقليبه.
الرز هتلاحظوا لونه عمال ياخد من لون اللحمه، فتعرفوا على طول انه بيشرب الجوس والعصاره اللي فيها. الله، شويه رز دول عايزين ايه؟ بقكم. الفول الاخضر بعد ما قشرناه، هنيجي نقلب تقليبه سريعه. عايزه اقول لكم نفس الوصفه دي بالظبط ممكن تتعمل بدل الفول بسله او فاصوليا، تبقى روعه. خضار بسله بالجزر، اي خضار عموما بتبقى تحفه. هاجي اسقي الرز بالمرقه، وطبعا ممكن يتسقي ميه عادي ولكن المرقه بتعزز النكهه. تقليبه وانا واثقه يعني ان احنا هناكل شويه رز ملهمش حل. هناخد سنه ملح بس نظبط الملح هنا. حاضر يا حمدي. وطبعا ما تنسوش ان المرقه اوريدي مالحه. ده رز فبالتالي لازم هنغطي عليه ونسيب الحرارة والبخار يعملوا بقى ايه عمايلهم. نتغطي عليه لحد ما يغلي تماما، ولما يغلي بنوطي عليه درجة الحرارة ونسيب البخار يكمل سواه. بصوا بقى هنا ايه اللي حصل. البصل عمل زي الكراميل مع السكر مع اللحمة، اموري كلها زي الفل، والطاجن ده هيوصل للي انا عايزاه وزيادة. فاضل حاجة واحدة بس، ان انا اسقي شوية مية سخنة تكمل لي سوى اللحمه، ودام الكرمله تمت ما اقدرش ما عنديش منع احط الميه خلاص. بس كده هسيبهم يغلوا مع بعض وهننقل لطاجن وندخل الفرن لحد ما اللحمه دي تغلي. هنطلع فاصل صغير جدا نرجع منه نكمل حلقتنا. مستنياكم. رجعنا من الفاصل وما عملناش حاجه وانتوا مش موجودين، كله على النار بيغلي وامورنا تمام. عايزين نظبط لحم الملح، ملح اللحمه ايه اللي انا قلته ده، علشان ندخلها الفرن. ما هو يلا بينا. حلوه قوي. تقليبه اي 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 اي. استنوا كده نمسح لبسنا. يلا هننقل اللحمة دلوقتي في أي طاجن، فخار أو بايركس براحتكم. طبعا ممكن قرون الفلفل دي تتشال على فكرة، مفيش مشكلة خالص. والناس اللي بيحبوا الأكل حامي ممكن أصلا يفرموها ناعم برضو مفيش مشكلة، دي حاجات ذوقية. نوزع كده وندخل على الفرن عدل. الفرن درجة حرارته 200، فرن سخن، حرارة من فوق وتحت، والمروحة لو موجودة هنشغلها طبعا مفيش مشاكل. انزل بس الرف فوق خالص. يلا بينا. وناخد الطبق البايركس
على الفرن عدل. اللحمة كده في الفرن تاخد وقتها، لو حد عايزها تفضل محتفظة بعصارة كتير ممكن يغطيها بورق فويل مفيش مشكلة. تعالوا نبص كده الرز شرب ميته ولا لسه. الرز لسه ما شربش ميته، وبالتالي انا مش مضطرة اهدي عليه النار، ممكن اسيبه حبة كمان لحد ما ايه يتشرب المية تماما. بس كده وامورنا تمام. ناخد وعد على التليفون. يا وعد اهلا وسهلا. اهلا بك يا شيخة، عاملة ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله، انا عمرك اتكلم في التلفزيون يا على روح. فكره وبحبك اهلا قوي. بيكي يا حبيبتي، منورانا ومشرفانا. حبيبتي تسلمي لي يا رب. اهلا بيكي يا روح، اتفضلي. ماشي، انا قلت لحضرتك ان انا اسلم عليكي بس. حبيبه قلبي اهلا وسهلا بيكي يا جميله، اهلا وسهلا بيكي. ايه رايكم نطلع فاصل صغير؟ يلا يا حمدي، يلا نطلع فاصل صغير جدا، ولما نرجع نعمل سلطه الزبادي السبيشال بتاعتنا النهارده. مستنيكم. رجعنا من الفاصل وما عملناش اي حاجه، الرز وطينا بس عليه النار لانه تشرب ميته تماما. تعالوا بصوا كده بصه، وهتلاقوا بقى من السمنه المحترمه طبعا كل رزايه مفلفله لوحدها وما فيش اي تعجين. بصوا وده ايه، ولا قلبناه ولا جينا جنبه، هو كده اصلا بعد ما شرب الميه بس، ما عملناش فيه اي حاجه زياده عن كده. موطين النار خالص وسايبين البخار يعمل بقى الشغل بتاعه ويعمل حركاته ويسوي لنا او يكمل لنا سوا الرز. تعالوا نعمل سلطه الزبادي السبيشال بتاعتنا النهارده اللي عجباني قوي، يعني جميله لازم تجربوها هتعجبك جدا. بصله حمراء صغيره مبشوره وممكن تكون مفرومه ناعم خالص، كوبايتين من الخيار المبشور برده، نص كوبايه من الجزر المبشور، ونص كوبايه من النعناع المفروم، معلقه صغيره من الثوم المفروم، اربع كوبايات زبادي، ملح وفلفل اسود. دي كل الحاجات بتاعتنا وكل اللي احنا محتاجينه علشان السلطه القمر دي تتعمل. هنعمل ايه؟ ولا اي حاجه يا جماعه، دي سلطه، هنخلط سلطه زبادي. كل الفرق بس ان احنا حاطين المره دي شويه مكونات زياده كده عن سلطه الزبادي المعتاده، موديها في حته تانيه خالص. انا بتعامل مع السلطه دي كانها صوص للرز اللي انا عاملاه بالفول الاخضر، وطبعا جنبيهم اللحمه بالصوص بتاعها، فالموضوع بيبقى جبار. هناخد الزبادي عايزه اضحككم بقى يا جماعه، اللحمه طرطشت عليا صوص بقى وانا لابسه ايه ابيض في اصفر كل الواني فاتحه، فطبعا دي من ايه من مساوئ ان انت تكون مذيع طبخ، ان انت ربنا يعوض عليك في لبسك بقى خلاص. يعني الحاجه بتلبسها تتلطع عليها البقعه التمام، عبال ما تروح بتكون نشفت طبعا، انتهى الموضوع. فانا قلت بس صوص لحمه وسمنه وبصل، انا لو سبت البقعه دي انسوا مش هشوف الطب ده تاني. فقمت طالعه في الفصل على الحمام وبالصابونه قعدت انضفه انضفه انضفه، طبعا غرقت نفسي، وقامت نور ومحمد جايبين لي السشوار وقعدوا ينشفوني علشان انشف. فيعني ايه مغامرات اللبس بقى مع الطبخ ما اقولكوش، بنتعلم يعني، بتتعودوا مع الوقت. حتى في البيت على فكره بتتعودوا مع الوقت ازاي تطبخوا بنظافه من غير ما توسخوا حواليكوا، من غير ما توسخوا لبسكوا. بس طبعا احيانا بيحصل حوادث غصب عننا، شويه صوص طرطشوا يعني هنمنعهم ازاي؟ مفيش حاجه، مفيش امل يعني. بس ايه اتصرفت، اتصرفت، البقعه طلعت وايه انقذنا التوب الحمد لله. النعناع، البصل، شويه ثوم مفرومين طبعا روعه مع سلطه الزبادي، شويه جزر مبشورين، وكل الخضار ده ممكن يبقى مفروم مش مبشور، وشويه الخيار. واقول لكم على تركايه كده ايه نميسه، لو عملتوا السلطه دي مع مشويات حطوا عليها معلقتين كده طحينه، فظيعه تبقى سلطه زبادي بالطحينه رهيبه. وتقدروا كمان تضيفوا شويه خل، بيفرقوا جدا في الطعم. بس كده الكلام الجميل ده هياخد شويه ملح، رشه ملح بس لسلطه الزبادي، ورشه فلفل مش اكتر من كده. ادي رشه الملح واحنا بنكلم هبه. يا هبه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟
الحمد لله زي ما بحبك جدا وبحب كل وصفاتك وكل حاجه بتعمليها. يا حبيبتي منوراني ومشرفاني، اهلا وسهلا بيكي. الخط قطع يا هبه، اهلا وسهلا بيكي يا حبيبتي نورتينا. تقليبه وبس، جهزت سلطه الزبادي على التقديم مع الوجبه بتاعتنا. الاكل النهارده وجبه كامله، يعني هي كده تعمل طبخه زي ما هي وتبقى ايه ممتازه، وهو من غير طماطم ولا اي حاجه، ولا تشغلوا بالكم مفيش حاجه في الطبخ. على فكره ممكن نقف عليها، اي حاجه في الطبخ قبل الاستبدال بكل بساطه، والاكل بصراحه ما فيش اكتر منه يعني. فما فيش حاجه اسمها انا مش عارفه اطبخ اصل ما فيش كذا، مش عارفه اطبخ اصل كذا غلي، ما فيش الكلام ده، نتصرف على طول ونلاقي حل. طيب هنبدا دلوقتي واحنا كده بنغرف الاكل، بما اننا خلصنا ناخد بعض من اسئله السوشيال ميديا اللي دايما بتمتعونا بيها وبتسيبوها لنا على الصفحه، واحنا يعني بيبقى من اكتر الحاجات اللي بتسعدنا ان احنا نجاوب عليكم. ادي سلطه الزبادي. هو احنا ما انا متعمده اعمل كده يا نور، على فكره دي مش غلطه. ما انا هقول لك بقى ليه. نور بتقول لي بس احنا ما نزلناش بوست، عرفيهم بقى ان احنا ما نزلناش البوست. انا فعلا تعمدت ان انا ما انزلش بوست، لان حلقه الخميس اللي فات لو فاكرين، حلقه اللي تعبت شويه في اخر الحلقه واضطريت اختم بردري، كان يومها عشان في ناس كتير قلقت، ضغطي وطي، بس ضغطي وطي جامد جدا وانا على الهوا، يعني عايزه اقول لكم ان اول ما الهوا خلص انا حرفيا وقعت. كان ضغطي وطي جدا فجاه، ما اعرفش ايه اللي حصل، كان هو يوم موتر كده ويوم متعب وبابا تعبان ومش عارفين ايه اللي هيحصل كده يعني، فاليوم كله كان موتر قوي يعني. فما لحقتش اجاوب اسئلتكم خالص اللي كنتوا سايبينها لي على البوست، فاتضايقت جدا، فقلت خلاص انا الاسبوع الجاي ما ننزلش بوست جديد، عشان لو ربنا ادانا عمر يعني ووقت نجاوب على اسئله البوست اللي ما خدش حقه. فعشان كده انا ما نزلتش ايه بوست سوشيال ميديا. بس كده، ادي طبق سلطه الزبادي جاهز ومستني الطبقين التانيين يجهزوا. ماشي، تعالوا بقى نفتح كده بوست السوشيال ميديا ونبص مع بعض في عندنا ايه. لحقت اجاوبه ده؟ بالظبط، افتكرت يا نور، ما حبكش دلوقتي يا فيسبوك. حاضر، ثانية انا بفتح البوست اهو وانا معاكم. اعتقد ان هو ده، لقيته خلاص، بس بتأكد من هو بتاريخ 11 نوفمبر. هو تمام. تعالوا بقى نقرا كده الاسئلة عشان البوست اللي اتظلم معانا الاسبوع اللي فات ده، ونشوف نقدر نجاوب ايه عليهم. بفكركم ان احنا عندنا طاجن اللحمة في الفرن، وعندنا الرز على النار الهاديه خالص، سايبين البخار يكمل سواه. الكومنتس الحلوه كالمعتاد، انا مش بقراها عشان بتحرج على الهوا، بحس ان يمكن تكون مضيعه لوقت حد، بس طبعا هي ليها قيمه كبيره عندي جدا، فبشكركم جدا واحد واحد على اي حد كتب كلمه حلوه في حقي. ربنا يخليكم ليا يا رب، وكلامكم ده حرفيا هو اللي بيزقنا ان احنا نبقى احسن، فبشكركم جدا جدا على كل كلمه جميله مكتوبه. نشوف بقى ايه الموضوع. محمود ياسين، اشكرك اشكرك يا حبيبه قلبي، اعتقد هي ست يعني صيغه الكلام ست. وصفاتي على قد ايدي، انا عامله مشروع تورت وجاتوهات بتطلع حلوه جدا في الصاج، انما لما بعملها في صينيه مدوره بتطلع حاجه غريبه من الوسط شبه البلاستيك، ايه السبب؟ غلط مقدار طبعا. دي كيكه مكتومه، الكيكات الاسفنجيه لما بتتكتم بتعمل حاجه بلاستيكيه كده في النص، فاعتقد ان مقاس الصينيه اللي بتستخدميها مش مناسب لكميه العجينه اللي بتتحط فيه. آية سمير، جاوبنا على سؤالها الاسبوع اللي فات، وبشكرك يا حبيبتي على الكلام الجميل. رحيق الجنة، بتطلب مننا حلقة تانية عن نظافة البيت خصوصا الموبيليا والحمام والمطبخ من عناية الاتنين. أمنية الفاتح، بتقولي كلام جميل كده زيها، وهي من السودان، أهلا وسهلا بيكي يا حبيبتي، يا أحلى شعب في الدنيا، أهلا شعب السودان على راسي.
وبس هي بتقول لي كلام جميل. لو عايزه طريقه الكريب، الكريب كوبايه ونص من الحليب وكوبايه ونص من الدقيق ومن بيضتين لاربع بيضات، كل ما تبقي عايزاه طري ومرن اكتر كل ما هتزودي في البيض، رشه من الفانيليا ورشه من الملح، والزبده طبعا اللي هندهن بيها الطاسه علشان نسوي الكريب. بنضرب كل ده في الخلاط مع بعضه، نسيبه يرتاح نص ساعه ونسوي في الطاسه. لميا حنفي، شوف ساره بحبك قوي ونفسي تقري الكومنت بتاعي عشان مش هكون في محاضره واتمنى اشوف الاعاده وتقولي اسمي. اديني يا ستي حققت لك كل طلباتك. كنت عايزه اعرف اخزن البلح ازاي، على حسب لو البلح الاصفر يعني تخزينه مش الطف حاجه، ولو ان ممكن ترصيه في علبه او حاجه وتشيليه في الفريزر. الرطب بيتخزن بكل بساطه، يتجمد في الفريزر زي ما هو، اهم حاجه من غير غسيل. مليون خط احمر تحت من غير غسيل، لو غسلتوه بيقولوا عليها ايه، بيخمر او بيعمل طعم خمران كده مش لطيف. فمن غير غسيل وشيلوه في الفريزر بيبقى زي الفل. ملكه في زماني عايزه تعرف بهارات السجق الشرقي زي اللي بنجيبه من الجزار، بهارات لحمه على كمون على ملح على فلفل على بابريكا على شطه لو بتحبيه حامي، كبابا صيني وجوز الطيب وحبهان مطحون، تشكيله منه احيانا سنه صغيره خالص جنزبيل، شويه قرفه، كل ده على بعضه بيدينا الطعم اللي انت عايزاه، ولو بهارات لحمه مظبوطه بتغنيكي عن كل ده. شكرا، وصفاتي على قد ايدي، تعليق تاني بتشكرني فيه، اشكرك يا حبيبتي. الايمان بالله عايزه سويسرول ابو اتنين بيضه، معرفش يعني ايه سويسرول ابو اتنين بيضه، يعني انا بالنسبه لي السويسرول يعني طبعا كيكه اسفنجيه المقدار بتاعي 5 بيضات، فانا معرفش 2 بيضه ده هيعمل لك مقدار ايه، فتفوته يعني. مش عارفه الوصفه الصراحه، قد يكون في وصفه بس انا معرفهاش. كفى بالله وكيلا، عايزه تعرف طريقه تسويه الحمام، بلف ورق فويل وقد ايه تسويه الفراخ البلدي المحشيه زي في التسويه ولا لا. بصي يا ستي، الحمام من غير ورق فويل ولا حاجه، نار متوسطه لمده ساعه، نار متوسطه، لو بقت عاليه هيفرقع منك. من غير فويل نار متوسطه لمده ساعه، بعد كده يتحمر هيطلع معاكي مظبوط جدا. بالنسبه للفراخ البلدي المحشيه حسب حجمها، لازم تحددي وزنها ايه، بس البلدي عادة لو يعني مش أمهات بتكون صغيرة، يعني مش تاخد أقل عفوا من ساعة ونص أبدا لو كانت صغيرة قوي، يعني لأن البلدي بتاخد وقت في السوا. مدام سلوى تقريبا بتسأل على الهوت سايدر. صباح الجميل يا حبيبة قلبي، ممكن تقولي لي ينفع شرايح تفاح أخضر بدل عصير التفاح؟ ده أعتقد قصدك على الهوت سايدر وتغليه، مش هيبقى نفس الحاجة، لا مش هيديكي نفس النتيجة، عصير التفاح هو اللي بيدي النتيجة المظبوطة زي الكافيهات بالظبط. بشكرك يا عبير بتدعي البابا، ربنا يخليكي يا حبيبتي. إسراء باهر، عايزة أعرف أحسن نوع من أكياس الحلواني، البلاستيك ولا القماش ولا السيليكون؟ أنا ما بحبش القماش قوي، لا ما بيريحونيش، أنا بحب البلاستيك التقيل اللي عاملين زي المشمع، دول أفضل حاجة من وجهة نظري. السيليكون مش بطلين، بس البلاستيك اللي زي السيليكون اللي زي المشمع هم أحسن حاجة. عايزة أعرف أحسن ماركة للحلل مصنوعة من مادة التيتانيوم. مش هينفع أقول ماركات للأسف، ممكن ابقى اجاوبك انا كتابه، بس هو مش هينفع اقول ماركات. احسن طريقه لتنظيف الملابس البيضه والجينز من البويا، اللي يطلع البويا اعتقد، خليني اعمل اتاكد كده من المعلومه، التينر والجاز مش كده؟ بالظبط، حق التينر والجاز بيطلعوا البويا. انا كنت شاكه في الجاز بس يعني التينر هو نفس الفكره، بيطلعوا البوية من اللبس، بس طبعا خدي بالك يعني عشان كلها مواد نفذت الريحة لو صدرك بيتعب. رحيق الجنة، ممكن طريقة الجلاش باللحمة المفرومة؟ لسه عاملين جلاش باللحمة المفرومة سوري عملناه بعصاج الكبد بسمنة الهانم، كان رائع الجمال. الطبقات من الجلاش بتدهني بين كل طبقة وطبقة سمنة، تعملي عصاج لحمة وبصل نفس الكمية متساوية وبهارات لحمة، وتشوحيه على النار في السمنة لحد ما يعصج معاكي وتبقى مظبوطة. بعد كده حبيبتي بتحطي بعد ما تعملي 7 اتليست على الأقل 7 طبقات من الجلاش، كل طبقة أو طبقتين مدهونين بالسمنة، بتحطي العصاج بتاعك وتغطيهم، بتخلطي كوباية لبن مع بيضة برشة ملح وفلفل أسود وجوز الطيب، تقطعي الجلاش تسقيه باللبن اللي انت عملتيه وتدخليه فرن درجة حرارة 180. عايزة أبص بصة كده على الرز قبل ما إيه أكمل.
الله ما شاء الله روعة. اعتقد يعني ملوش غير انه يتقدم. تعالوا نقدمه. شايفين مفيش ذرة تعجين، الرز نازل كده ايه بيفرط كل حبايه بحبتها. سمنه مظبوطه، مقادير مظبوطه، تديني النتيجه دي. وطبعا مش قادره اوصف لكم الريحه عامله ازاي. بس زي الفل. بس كده ونجيبه جنب سلطة الزبادي حالا. انا عاملاه شوية مكسرات وزبيب يتحطوا على وشه كده زي الرز اللي بالخلطة ويطلعوه احلى واحلى كمان. ونكمل كده ايه الاجابة على الاسئلة واحنا بنحط الزبيب والمكسرات. طيب عندنا ايه تاني؟ يا جماعة أنا أسفة والله، كل اللي بيقولوا وبيطلبوا مني أنواع أو براندات حاجات مش عارفة أرد، ما بقدرش أقول أنواع أو ماركات على الهوا. طريقة حلوة للكبد والقوانص، أحلى طريقة إن نفس كمية الكبد والقوانص تحطي بصل تحطيهم على النار مع بعض، بهارات فراخ أو لحمة على حسب أنت بتحبي إيه، أو سيبك من البهارات خالص، ممكن شوية قرفة وشوية جوزة الطيب وشوية كبابة صيني وشوية حبهان مطحون وملح وفلفل أسود ورقتين لورا، وتسيبيهم على النار كده يتشوحوا في السمنه بيطلعوا فظاع. ممكن تحط لهم فلفل مفروم حامي او بارد لو انت بتحبيه، ممكن شويه كزبره او بقدونس برده بيطلعوا منتهى الروعه والجمال. وممكن في الاخر خالص دبس رمان، يبقوا كده بدبس الرمان عملناه لكم كده او قلناها لكم كده بكذا طريقه. فاي طريقه من دول مفيش مشكله طبعا، كلهم حلوين. اما نبص كده اللحمه حصل فيها ايه. يلا اللحمه وشها اتحمر. عايزه بس اشوف كده ايه الاخبار. يلا بينا، مش قادره اشيلها بايد واحده، استنى تقيله عليا. بصوا الجمال، طبق روعة، اللحمة وشها احمر، الصوص هوريكم عامل ازاي دلوقتي. بصوا يا جماعة، بصوا البصل، شايفين الكرملة، ننقلها في طبق. ماشي انا انقلها لك في طبق. بصوا نحطها في طبق دلوقتي عشان خاطر نور. نجيب طبق كده يكون ايه لايق على الطقم. يلا بينا نجيب طبق لايق على اخواته. وطبعا ممكن تقدموها في البايركس عادي. هجيب معلقة عشان بس تقيل على ايدي شوية. يلا بصوا الجمال، اللحمة دي طبعا هتبقى دايبة دلوقتي، خدت وقتها في السوى. اللي طبعا قلقانين او عايزين الصوص كتير او مش عايزينها تحمر، ممكن يغطوها بورق فويل لحد ما يطمنوا تماما ان هي خدت السوى اللازم، ساعتها بس يقوموا فاتحين. مفيش مشكله خالص، الموضوع مرن واحنا براحتنا، اللحمه لحمتنا والاكله اكلتنا، ونعمل اللي احنا عايزينه. سيبوش بقى اي حاجه من البصل ده، عشان البصل ده يعني اهم من اللحمه بالنسبه لي على الاقل.
انا بقى الشخص اللي بيقعد يلم البصل من الصوص ويسيبه من اللحمة خالص. يلا هننضف بس الطبق ويبقى كده اكلتنا كلها جاهزة. بس كده يلا طبق لحمة معتبر. الوجبة كده بقت كاملة متكاملة بكل حاجة، سلطة، طبق الرز، وطبق اللحمة، وكمان اهو بالصدفة ما عندناش اي طماطم النهاردة، فيعني حققنا لكم كل الاغراض. يلا تعالوا نرجع للإجابة على الأسئلة. عندنا ايه تاني؟ نوع كبة برضو مش هعرف اجاوب. نفسي تفيديني، عندي بنتين عايزة اجهزهم بس افكر بجيب الحاجات شبه بعض عشان ما يحسوش بفرق ولا ايه؟ لا طبعا، ازاي يعني، كل انسان ليه ذوق وكل انسان ليه اختيارات، يبقى بيوتهم كوبي كده من بعض؟ لا انا لا اوافق اطلاقا على الفكرة دي. كل واحدة فيهم تختار اللي على ذوقها هي، حدد لهم ميزانية، يعني قولي لها مثلا هتجيبي لنفترض الطقم ده ب 500 جنيه، ماشي عندك للطقم الكذا 500 جنيه، هتجيبي حلل مثلا طقم ب 3000 جنيه، فخلاص كل واحدة في حدود ميزانيتها تختار اللي على ذوقها، بس عشان يعني تحسي ان انت المساواة يعني، مع ان الموضوع يعني مش بالدقة دي، يعني انا ما افتكرش ابدا يعني ان انا اروح اسأل بابا انت جبت ولا ماما انت جبتي الهجر حاجة زيادة عني 200 ولا 300 جنيه، ما اعتقدش يعني ان الامور بالحنتفد يعني، فمشوا الدنيا كده بروح رياضية يا جماعة. اسماء، عايزة حاجة حلوة سهلة وبسيطة نقدمها لو ضيوف غفلة. طبعا فروت سالد أسرع حاجة، كيكة الجلاش اللي عملناها المرة اللي فاتت أسرع حاجة، أي حاجة بالجلاش، رول جلاش يطلع من الفريزر يفك لفيه بأي حاجة عندك، كاسترد، حلاوة، سكر ولبن، ويبقى عملتي حاجة حلوة، بيبقى سريع جدا. طبعا طريقة الهامبرجر من حنونة خليل، طريقة الهامبرجر برجر لحمة مفرومة تكون نسبة الدهون فيها 20%، وبنحط لها ملح وفلفل يكون مجروش طازه، ضروري جدا يكون مجروش طازه علشان يدي طعم صح للبرجر، مش محتاجه اي حاجه اكتر من كده. ميرا خان، يا شيف ساره عايزه اعرف هل البوتاجاز الكهربائي بيسحب كهربا كتير؟ اكيد طبعا بيسحب كهربا كتير. وايه رايك في بوتاجاز نور اللي بشعلتين او شعله واحده؟ معرفوش، ما جربتوش قبل كده فما اقدرش اقول رايي فيه، ولكن طبعا اي فرن او بوتاجاز كهربا طبعا بيسحب كهربا، مفيش كلام، مفيش خلاف على ده يعني. ريتاج وديما ومالك زياد، ازاي احافظ على الاجهزه الكهربائيه اطول فتره؟ وازاي احافظ على نظافه البوتاجاز على طول؟ طبعا ازاي اي حاجه بنضفها على طول اول باول بتعيش اكتر. على فكره الدهون بتدخل في فتحات الزراير بتخليها تعصلك، بتدخل في الموتور بتخليه يتحرك بطريقه اتقل طبعا، ما فده حاجه ان احنا نكون نضاف في استخدامها. تاني حاجة ان احنا ما نتعفاش عليها، الكبة مثلا مكتوب عليها انها بتاخد لتر، ما ملهاش انا لترين واستغرب ان الموتور اتحرق. نشغل حاجة بالعقل، لو انا بشغل ابقى مركزة مع حاجتي، لقيت صوت اتغير، ريحة شياط كده طلعت، اعرف ان في مشكلة وقف على طول. وطبعا النظافة يعني من ابسط طرق الحفاظ على الاجهزة. ازاي احافظ على نظافة البوتاجاز على طول؟ انضفه اول باول. انا طبخت دلوقتي ما طلعش من المطبخ غير وانا مسحاه، وهو سخن والحاجة لسه دافية ولسه جاية عليه، والله ما بياخد 3 دقايق يا جماعة، هي مسحة فوطة بأي ملمع وخلاص انتهى الموضوع، أو خل وكربوناته بينض، أو شوية صابون فيري، حتى شوية صابون وعين عادي يعني بينضف معاكم بسرعة جدا. ولكن اللي بيخليه بقى ما ينضفش إن نقعد نراكم دهون النهاردة وبكرة وبعد وعشر أيام قدام وشهر وشهرين، ونيجي بعد كده ألاقي حضراتكم بعتين لي صورة بوتاجاز مش باين له أي معالم، ويا شيف الحقيني أنضفه إزاي؟ يعني إيه أنضفه إزاي؟ ده مات يعني، مات الله يرحمه. من الاول كده اول باول بننضف الحاجه عشان ما يطلعش روحنا في تنظيفها. اشكرك ريحانه قباني، اشكرك يا حبيبتي. الايمان بالله، عايزه شيف، عايزه اكلات دايت غير البقوليات. وبصي مش تخصصي يا ايمان، انا مش تخصص دايت، ولكن هحاول اعمل لكم اكلات خفيفه مش دايت، اكلات خفيفه.
شيف سارة، انا بحضر لعيد ميلادي، اجيب ايه اول حاجة؟ الضيوف يعني، اهم حاجة الضيوف. اي حاجة بعد كده تتحل. مش فاهمة قصدك، اجيب ايه اول حاجة في ايه؟ على حسب انت عاملة ايه، ما انا مش عارفة انت عاملة ايه عشان احدد. فاشرحي لي اكتر عشان اقدر اساعدك. مها طايل، نوع جبنة موتزاريلا. مش هعرف يا مها اقوله، وحقك عليا واشكرك على كلامك الجميل. فاطمة فتحي، حلقات عن ترتيب المطبخ والنظافة العامة للبيت وازاي نعمل جدول اكلات الشهر كله. حاضر، فكرة جميلة ومحترمة، اكتبيها عندك يا نور. مي احمد، يا شيف مشكلتي اني مش بعرف اظبط الملح في الاكل، مش بعرف اصلا اميز طعم الملح خالص سواء عادي او زايد. احفظي بقى يا مي، ما دام انت ما بتعرفيش تميزيه احفظي، يعني امشي بكميات قليله احسن ما تمشي بزياده، لان الملح الزايد بيخلي الاكل ما يتاكلش، لكن الملح القليل ممكن نزود ويتحل الموضوع. فخليكي دايما في ناحيه الاقل لحد مثلا ايه، وعلمي نفسك يعني تحفظي. اعرفي مثلا انا النهارده حطيت في الاكل معلقه صغيره، فلما يجوا ياكلوا اساليهم الملح مظبوط؟ لو قالوا لك اه مظبوط يبقى خلاص انت كده عرفتي ان مقدارك المعلقه الصغيره دي. هتقعدي شويه تتعبي في التركيز في النقط دي، ولكن خلاص بعد كده هتبقي جمعتي كل الملح وحافظه وعارفه ازاي تقدري كويس جدا. ممكن تنزلوا مقادير الرز تاني ممكن يا حمدي بعد اذنك؟ شكرا شكرا. مقادير الرز، لو سمحتي يا استاذه ساره، عايزه اعرف طريقه الحواشي الاسكندراني وطريقه البيتزا. هاتلنا يا نور الحواشي الاسكندراني من فضلك. وانا شكرا، الرز على الشاشه اهو اللي طلبه. هنجيب لحضراتكم الحواشي الاسكندراني حالا. بالنسبه لطريقه البيتزا، فهي 3 كوبايات من الدقيق و3 معالق كبيره من زيت الزيتون، معلقتين صغيرين من الخميره الفوريه، ومعلقه كبيره من السكر، ومعلقه صغيره من الملح، وميه دافيه للعجن. اللي هنعمله ان احنا هنخلط المكونات الجافه مع بعضيها، وبعد كده نضيف الزيت، بعد كده نبدا نعجن بميه دافيه لحد ما العجينه تلم معايا وتبقى ناعمه جدا. تاخد وقتها في العجن 10 12 دقيقه لحد ما تخلو من اي شقوق او نتوءات او علامات مخليه شكلها مشوه كده. نسيبها تختمر لحد ما تتضاعف في الحجم ونشتغل بيها عادي جدا. توت عصام، حضرتك هتكسف اقول اللي انت كاتباهولي يا توت. ربنا يخليكي يا حبيبتي، انت اللي جميله يا روح قلبي، وانا مبسوطه جدا انك بتحبي تتفرجي على البرنامج. عبد الله قايد، قايد ازيك يا شيف، انا بحبك قوي، انا متابعه وهي ست وانا عندي 13 سنه. يا لهوي، متابعانا من وهي عندها 13 سنه وانا دلوقتي متجوزه بقالي 3 سنين. عجزتيني يا شيخه، حرام عليكي. ادعي لي ربنا يرزقني بالذريه الصالحه. ربنا يديكي يا حبيبتي كل اللي نفسك فيه، ويديكي كل اللي فيه الخير ليكي ايا كان هو ايه. واهلا وسهلا بيك يا حبيبتي، متشرفين بمتابعتك. ايه عماد، تتبيله الدجاج هل ينفع احفظها في علبه بلاستيك في الثلاجه والمده قد ايه؟ ينفع. انا بعمل تتبيلات مش تتبيله، بعمل مجموعه من التتبيلات. هقول لكم بعمل ايه عشان يعني اكون ايه صريحه. لقيت مثلا ان انا عندي زبادي في الثلاجه يعني فاضل له يوم وخلاص صلاحيته تروح، وانا عارفه اني مش هاكله، اقوم اخد الزبادي ده على طماطمايه على فلفلايه على بصلايه، عملت تتبيله، اقوم شايلها في علبه بلاستيك او كيس وسايباها في الفريزر. اجي في يوم تاني عايزه اتبل فراخ ومرهقه او ما عنديش وقت او ناقصني حاجه من المقادير، اقوم مطلعه علبه من اللي في الفريزر دول متبله، وبكتب عليهم، مسميه كل تتبيله باسم، بكتب على العلبه انا عامله ايه. عايزه اقول لكم بتسعفني بطريقه رهيبه، وبتنفع للفراخ وللحمه كمان وللسمان ولكل حاجه، حتى الارانب التتبيلات دي بتنفعها. فطبعا ينفع لو هتشيليها في الفريزر مده الصلاحيه 6 شهور، لو هتسيبيها في التلاجة مدة صلاحية أسبوع بالكتير قوي. وعندي شطة خضراء، إزاي أحفظها؟ أعمليها هريسة شطة. هاتلنا يا نور طريقة هريسة الشطة الخضراء من فضلك. مبدر يا حمدي قوي. خلينا نرد على الناس أولى، صح؟ أنت راجل كريم. شكرا يا حمدي. ايه عماد، صوص الشوكولاته يتحفظ قد ايه في الثلاجه؟ اسبوع بالكتير قوي، يعني ممكن تشيليه في الفريزر زي ما انت عايزه، بيقعد مده 6 شهور على الاقل، بس في الثلاجه هنشيله اسبوع بالكتير. يا رب رحمتك. اشكرك يا حبيبه قلبي على كلامك الجميل، كلك ذوق، بتدعي لبابا. وعايزانا ننزل لها مقادير طاجن اللحمه تاني وسلطه الزبادي، ممكن يا حمدي الطاجن والسلطه عشان كده نبقى نزلنا لهم كل المقادير. شكرا شكرا جزيلا. ليلي انا، حضرتك انا بشرتي سمرة شويه وعايزه حاجه تفتحها،
وتبقى بيضاء. ما بفهمش بقى في الحاجات دي خالص، يعني ممكن استخدم حاجه حلوه فاقول لكم انا استخدمت كذا وكان حلو قوي، لكن ما اعرفش انا ابتدع حاجه ممكن تكون بتفتح البشره يعني، وانا ما عنديش موضوع يعني ما صادفتش المشكله دي فاستخدمتش حاجه للتفتيح. ولكن اوعدك ان انا لو صادفني حاجه كويسه لتفتيح البشره اوعدك ان انا اكتب لك هي ايه، بس والله ما استخدمت يا ليلي، مش قادره افيدك يا حبيبتي. محمود نصير اشكرك. اللحمه على الهوا، لحمه بالسمنه والبصل، وصفه سمنه الهانم معانا النهارده، كانت وصفه جباره معاكم على الهوا، اهي تقدروا تشوفوها. محمود نصير هابي هابي. لا انت فل. طيب فين محمود نصير بتطلب مننا اكل ليبي اكراما لمتابعينك. انا عايزه اقول لكم ان امبارح، اقول لكم بقى معلومه حلوه قوي، امبارح كنا بنجيب انا وفريق السوشيال ميديا اللي شغال معايا كنا بنجيب احصائيات الصفحه بتاعتي، واكتشفنا ان احنا رقم 2 في المتابعه وعدد المتابعين على صفحتي من ليبيا والعراق. فانا بشكر كل الشعب الليبي والعراقي على تواجدكم على الصفحه، العدد كان مفزع الحقيقه لما طلعنا الاحصائيه. اتخضيت، ما كنتش اعرف يعني، انا بشوف دايما كومنتس من ليبيا والعراق بس ما كنتش متخيله ان العدد ده موجودين عندي على الصفحه، فاتاثرت جدا جدا جدا، وقررت ان انا لازم هشكركم في الحلقه، يعني شكرا جزيلا جدا انكم مكلفين خاطركم ومن اخر بلاد الدنيا متابعيني بهذا الاخلاص على السوشيال ميديا، على راسي كل واحد فيكم. وبعتذر جدا لو كنت ما بعملش اكل ليبي ولو كنت ما بعملش اكل عراقي، مش استهانه بيكم ابدا، والله العظيم انتوا على راسي، ولكن انا مش عارفه فيه قوي. بس اوعدكم ان انا اخصص له يعني من وقتي، ادرسه كويس جدا واعمل فيه بحث عميق، وانتوا تساعدوني كمان. يا ريت اللي عايزنا نعمل اكلات عراقيه وليبيه يكتب لنا على الصفحات وصفات، هتبسط جدا يعني بمشاركتكم، ابعتوها لنا على المسجز او على الكومنتس، مفيش مشكله خالص. واوعدكم ان انا اجمعها واخصص حلقات للاكل الليبي والعراقي، لان لو كل العدد ده متابعنا منكم فطبعا انتوا تستحقوا مننا ان احنا نعمل كده. وشكرا تاني، على راسي كل واحد موجود فيكم، شكرا جزيلا. من فضلك يا نور، هريسه الشطه الخضراء للي طلبت مننا طريقه لحفظ الفلفل، كيلو من الفلفل الاخضر الحار، 10 فصوص من الثوم، ليمونتين مقشرينهم وشايلين الجزء الابيض خالص، 3 ارباع كوبايه من زيت الزيتون وربع كوبايه من الخل، ومعلقه كبيره من السكر ومعلقه كبيره من الكمون، بعد الكمون ايه؟ وكزبرة ناشفة، معلقة كبيرة، وملح. بنضرب كل الكلام ده مع بعضه في الكبة ما عدا زيت الزيتون، بنجنبه على جنب، نعمه مع بعض للدرجة اللي أنا عايزاها، بنخلي خشونتهم متوسطة. أقوم بقى ضايفة زيت الزيتون ومن غير ضرب خلاص تاني في الكبة، بقلب بالمعلقة يتخلط معاه، وبيقعدوا معايا مدة طويلة جدا. ممكن عفوا تعملي الفلفل مخلل لو عايزة كمان، مفيش مشكلة. وعلى فكرة أنت ممكن تقطعيه وتشيليه في الفريزر، ده أوبشن برضه، مفيش مشكلة خالص. يا شيف سارة، عايزة طريقة لتنظيف الخشب بتاع المطبخ، البليدج يعني هو المنتج الوحيد اللي بينظف الخشب عدل، مش هكذب عليكي. بحبك يا شيف سارة، يا رب يخليكي يا حبيبتي. عايزة طريقة لطرد الصراصير من البيت، صيدلية محترمة تكون بتبيع عجينة صراصير. الصراصير من الحاجات اللي ما بتروحش بالتركيبات والحاجات اللي بنعملها في البيت، يعني أنا عندي كذا حاجة للنمل، كذا حاجة للهموش، كذا حاجة للناموس، كذا حاجة للدبان، إلا الصراصير دي ملهاش حاجة يعني، رخمة رخامة. فلازم حاجة كيميائية تكون تركيبة من صيدلية أو من مكان من أماكن المبيدات كمان، اللي بتبيع المبيدات الزراعية بيكون عندهم حاجات فظيعة، فمحتاجة حاجة من دول عشان تطردهم تماما. وطبعا قبل أي حاجة، لو أنت استخدمتي أقوى مبيد حشري في العالم ومش نظيفة هيفضل عندك صراصير. الصراصير بتيجي ليه؟ عشان عايزه تاكل. فلما انا يبقى عندي هنا فتافيت عيش وهنا شويه معرفش ايه واقعين وهنا دهون، هييجوا، ما هم لاقيين ما شاء الله مكان يرعوا فيه براحتهم. لكن لو انا بيتي نظيف ومفيش فيه فتفوته حاجه، عمره ما هيجي، هياكل ايه؟ هيموت من الجوع. مش ياسمين بدوي بتقولي ممكن نعمل دقيق الرز في البيت؟ ممكن جدا، شويه رز في انواع بتبقى مغسوله
مش هينفع برضه اقولها، بس في انواع بتكون مش مغسوله. الانواع اللي مش مغسوله هنغسلها ونفردها على فوطه ونسيبها تنشف تماما، بعد كده نطحنها في مطحنه التوابل، بقى عندنا دقيق رز. اللي مش مغسولين نطحن على طول. ممكن طريقه عمل الباباز، هات لنا الباباز من فضلك يا نور. شكرا. تبارك الرحمن، كاتبه لي كومنت كبير قوي يا حبيبتي، اشكرك. ومن طريقه كلامك انا بس عايزه اعرف انت منين. عراقيه صح، هسه بعرف عراقيه، كاتبه لي وهسه انا شاطره في المطبخ فعرفت على طول انها عراقيه. اهلا بيك يا روح قلبي، لسه بعت لكم تحيه كبيره جدا منوريني. حلقه عن انواع الكريمه واستخداماتها. احنا في مصر ما عندناش غير نوع كريمه واحد الحقيقه، او نوعين يعني، الكريمه اللباني والكريمه الويبنج او او كريمه الخفق. ايه الجبن اللي بنستخدمها في التشيز كيك؟ الجبنه الكريمي هي اللي بنستخدمها في التشيز كيك بانواعها، هي كذا نوع، فبنستخدم كذا نوع كده بلند او تركيبه مع بعض مع شويه كريمه حامضه بتطلع مظبوطه جدا. عايزين حلقه للسجق الشرقي، حاضر من عناية الاثنين. من الجزائر عندنا ام محمد، يا اهلا وسهلا من الجزائر، منورانا يا حبيبتي. عندنا كمان متابعين كتير جدا من الجزائر والمغرب والسودان، على راسنا برضو من فوق، منورين يا حبايبي. مريم، مش عارفه اقرا اسمك، مريم عزب اعتقد او عزب. عايزه طريقه الفراخ الكنتاكي. فراخ بنجيبها نقطعها 8 قطع، الفرخه تتقطع 8 قطع، نحطها في منقوع النقع ليله، و منقوع النقع بيكون محلول النقع اسفه بيكون عباره عن 3.5 لتر من الميه و 3 ارباع كوبايه من السكر ونص كوبايه من الملح، بنسيب الفراخ فيهم ليله، بيشد منهم كل الزفاره والدم وكل حاجه مش عاجباكوا هتطلع من الفراخ. بعد كده بنعمل تتبيله، لبن رايب بنحط عليه بقى كل التوابل اللي نفسنا فيها براحتنا خالص. بعد ما نحط الفراخ تتبل بنسيبها ليله تتبل على الاقل، ممكن ليلتين كمان مفيش مشاكل. بنجهز دقيق، وعلى الدقيق بنحط شويه نشا وبنحط توابل كتير بنتبله حلو يعني، ونطلع الفراخ من اللبن الرايب على الدقيق، نعفرها كويس جدا ومن غير ما نضغط، نسيبها منعكشه كده وشكلها منكوش، ده اللي بيخليها احلى. وبعد كده يا حبايبي نقوم منزلينها في الزيت متوسط الحراره تتقلي. ايه يا نور قلتي لي حاجه؟ يلا الحواوشي جاهز، هننزله لحضراتكم على الشاشه حالا. والحواوشي ما يفرقش في طريقته خالص عن البيتزا، وحتى المقدار قريب جدا، كوبايتين من الدقيق اهو قدامكم، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه كبيره من السكر، معلقه صغيره من الملح، وربع كوبايه من الزيت، عجن عادي جدا، مواد جافه تتخلط، نضيف السوائل ونبدا نعجن لحد ما العجينه تلعب معانا 10 12 دقيقه، وبعد كده بنبدا نفرد الحواوشي ونجهزه. اتمنى يا رب اكون عوضتكم عن الاسبوع اللي فات اللي ايه خستعت فيه كده في اخر الحلقه، ما لحقتش اجاوب على اسئله كتير. والاسبوع ده نكون جاوبنا على اسئله اكتر. النهارده احنا عاملين وجبه جميله جدا 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 كامله، يعني هي كده وجبه تتقدم على بعضيها، وعلى حظنا ما فيش فيها اي طماطم عشان الشكوى العامه اللي من عدم وجود وغلى سعر الطماطم. عملنا طاجن لحمه بالبصل، عاملينه بسمنه، حاضر براحتكم براحتكم، عاملينه بسمنة الهانم، مفيش أحلى من كده. عملنا كمان رز بالفول الأخضر واللحمة المفرومة، وحاطين له على الوش شوية زبيب ومكسرات. أنا هعمل فيه بس حاجة واحدة كده علشان إيه مش هين عليا إن الرز مش باين، المكسرات دارت عليه تماما، فحاجة كده بس إيه ونعكس شوية بحيث أبين الرز كمان، يعني هي المكسرات تبان والرز ما يبانش مثلا، إحنا عايزين كله يبان بس كده. طلعنا الرز اهو على الوش بان هو كمان. وعملنا سلطه الزبادي السبيشال، سلطه زبادي ولكن حطينا لها شويه اضافات جباره جدا، يا رب ان شاء الله تعجبكم وتنول رضاكم. اتمنى ان الويك اند تكون سعيده خفيفه مريحه جميله عليكم جميعا، اقضوا وقت لطيف، قللوا التجمعات اليومين دول عشان يعني البيت حلو بصراحه، يعني انا بحب قعده البيت. واعملوا اكل حلو وتدفوا كده عشان الجو بارد قوي بالليل. واشوفكم ان شاء الله يوم الحد في حلقه، او يوم السبت في حلقه جديده من سنه اولى طبخ.
نعمل فيها وصفات جديدة. الأسبوع الجاي هيكون كل وصفات من غير طماطم تماما، عشان الناس مش لاقيها، واللي لاقيها بيلاقيها غالية قوي. فهنحاول نساعد بكل اللي نقدر عليه، واللي أقدر أساعد بيه إن أنا أعمل لكم وصفات من غير طماطم. فعندنا وصفات من أسبوع من الوصفات الغنية اللذيذة جدا، كلها إن شاء الله من غير طماطم. كنت سعيدة جدا معكم الأسبوع ده، وقضيت معكم أسبوع جميل. أسيبكم في رعاية الله، وأشوفكم إن شاء الله من أول أسبوع الجاي تكونوا ارتحتوا كده وجددتم الطاقة والنشاط، ونشوف حلقات جديدة من سنة أولى طبخ. أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.